حسين يا حسين يا حسين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قلت لصحبي حين زاد الظما، قلت لصحبي حين زاد الظما واشتد بالشوق لورد اللما، متى نرى المغنى وتلك الدماء؟ قالوا غدا، قالوا غدا نأتي ديار الحما وينزل الركب بمغناهم. هم سادة قد أجزلوا بذلهم لمن أتاهم راجياً فضلهم، ومن عصاهم لم ينل وصلهم، وكل من كان مطيعاً لهم أصبح مسروراً بلقياهم. قد لامني صحبي على غفلتي، قد لامني صحبي على غفلتي مذ نظرت غيرهم مقلتي، فما أطال اللوم في زلتي. قلت فلي ذنب فما حيلتي
بأي وجه أتلقاهم؟ يا قوم إني عبد إحسانهم، ولم أزل أدعى بسلمانهم، واليوم هل أحظى بلقيانهم؟ قالوا: أليس العفو من شانهم؟ لا سيما عمن تولاهم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. عطروا المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في استرسال الآيات الكريمة من سورة القصص، إذ دخلت في الحديث عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبيان أن مكر الله لا يحيط به مكر البشر ولا مكر المخلوقات جميعاً، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وتجلى وعد الله لعباده المؤمنين المستضعفين أن يمكن لهم في الأرض بعد أن تعرضوا إلى جملة الآلام والمحن والمصاعب. ما على الإنسان المؤمن إلا أن يقوم بما عليه من دور، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من طرفه يجب أن يقوم بدوره على أفضل صورة وبأرتب وأجمل وأكمل ما يكون، تبقى النتائج. هذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى. في الأحاديث الواردة في مخاطبة المؤمنين يقول: لا يضركم تأخر هذا الأمر، تقدم هذا الأمر أم تأخره، أو لا يضرك تقدم الأمر أم تأخر. على الإنسان أن يكون مصداقاً جلياً لمعنى المنتظر لفرج الله، لحجة الله، لأمر الله، لبقية الله. إذا كان منتظراً، والنبي يقول صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج لا معناه أن يجلس الإنسان بعيداً عن أداء دور من الأدوار. انتظار الفرج أي أن يكون الإنسان في حالة انتظار، كل ما يقتضيه الانتظار من معاني يجب أن تتجلى في روح الإنسان، في عقل الإنسان، في سلوك الإنسان. الانتظار يكون متناسباً مع المنتظر. ماذا تنتظر أنت؟ أنت فؤادك، عينك، قلبك، ماذا ينتظر؟ آمالك بمن متعلقة؟ يأتي الانتظار، يجب أن يكون الانتظار متناسباً مع الأمر الموعود. إذا وصل الإنسان إلى حالة كون منتظر، يعني اليوم من تدخل بيت بشهر رمضان، بأي يوم من الأيام تدخل البيت قبيل وجبة الطعام بساعتين مثلاً، تشوف أهل البيت كلهم شنو؟ في حال حركة. المطبخ، غرفة الاستقبال، الأفراد تعرف أن هؤلاء ينتظرون ضيفاً،
واضح من سلوكهم من هيئتهم عندهم ضيوف. ليش؟ مبينين. هذا تسميه منتظر، ما ينتظر ضيف على وجبة طعام، واحد قاعد حاط رجل على رجل يقول له هذا شلون انتظار؟ هذا من هيئة الإنسان مبين أنه منتظر، ينتظر أمراً عظيماً حسب متطلبات ما هو منتظر، يترك هذا السلوك على طبع الإنسان. يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، صودرت حقوقهم، أموالهم، جهودهم، ليس لهم وجود، ليس لهم اعتبار، دائماً يتعرضون لأزمات، لمحن. ونريد أن إرادة إلهية، هنا تعلق الأمر بإرادة إلهية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بعد يقول: ونمكن لهم في الأرض، تمكين في الأرض، قدرة في الأرض، مو مجرد أن يكونون لهم سلطة على البشر، لا، وإنما قدرة على الاستفادة من ثروات الطبيعة، من إمكانيات الطبيعة، يوظفون كل هذه القضايا في خدمة المجتمع، في خدمة الدين. ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اشقد فرعون حاول أن يلتف على النبوءة التي قالت له أن غلام من بني إسرائيل سيولد يكون على يده زوال ملكك. قلت لك البارحة بالآلاف، بعض الأقوال 90,000 غلام قتله فرعون بإشارة من هامان في سبيل أن يضمن أنه الذي سيكون على يده انهيار حكم الفراعنة راح انقتل. هنا المفسرين يقولون هذا فرعون هذا اتصرف هذا التصرف عن حمق. ليش عن حمق؟ لأنه هو إما أن يكون واثق من هذه النبوءة، وإما أن يكون شنو؟ غير واثق منها. إذا غير واثق منها فشنو الفائدة يقتل؟ شنو الفائدة يقتل إذا هي القضية أساساً مو ثابتة عنده؟ وإذا ثبتت عنده على مستوى اليقين والعلم، هذا ما يمنع من أن يولد ذلك الغلام، فليش قتل؟ شنو ليش قتلهم؟ إذا هو راح يصير، يصير غصماً عليهم، يصير غصماً عليه، شاء أم أبى، قتل أم لم يقتل، لأنه نبوءة. وإذا صحت فالقتل ما راح يمنع، لأن الله إذا أراد شيء هذا الشيء لازم يصير. فهو على كلا الحالتين لماذا قتل هذا العدد من البشر؟ القضية إلها ارتباط أيضاً بحياتنا إحنا، بتفاصيل حياتنا إحنا. اليوم عندما يرفع الشيعة هذا الشعار، هذا النداء اللي هذا جاي يربك هواية من المخالفين، حتى البعض منهم رأى فيه ذريعة لقتل الشيعة، شنو هو؟ أنتم مجموعة من الناس تتوعدون بالقتل، شلون يابا نتوعدكم بالقتل؟ تقولون راح يجي المهدي والمهدي يقتل كل النواصب. زين، هذا كلامنا بالنسبة إلكم، أنتوا تؤمنون بي أو ما تؤمنون بي؟ أنتوا يا النواصب، أنتوا يا اللي كفرتوا الشيعة على هذه الفكرة، على هذه الأطروحة، على هذه النظرية، تعالوا أول مرة، أنتوا هذا مصدقين بي أو مكذبين إلي؟ بين أمرين، أنتوا إما تقولون الشيعة كذابين، فإذا كذابين من شنو خايفين أنتوا؟ يعني هذا اللي جاي ندعي راح يطلع ما راح يطلع، هذا معنى هذا كنتم مكذبين، فمن شنو متأذين؟ أنا ما راح أقتلك الآن، أنا ما جاي أقول أقتلك الآن، أنا ما أدعي أنه الآن أريد أقتلك، أنا جاي أقول أنه سيخرج رجل يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وكل إنسان ظالم
خصوصاً لأهل البيت سلام الله عليهم ولشيعتهم سيقتص منه. أولاً أنتم ليش دا تعتبرون نفسكم أعداء لأهل البيت؟ هذه أول شغلة. مثل نوبات يصير بالنقاش بالفضائيات أو على الإنترنت مثلاً يأخذون علينا، قال له أنتم ليش تتبرؤون وتقولون اللهم لعن من ظلم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. هسه البعض من جماعتنا شوية دوخة هاي الشغلة، يحاول يتملص منها. لا ليش تتملص؟ احنا نلعن من ظلم محمد، احنا نلعن بصراحة. أنا أقول لك ومسؤول، نحن نلعن ونتبرأ من كل إنسان يظلم محمد وآل محمد. أنت شنو عندك؟ أنا هذه نظريتي. أنت أيها المعترض تترحم على من ظلم محمد وآل محمد؟ أنت المسؤول مو أنا المسؤول، أنت تحت النظر، أنت المسائل مو أنا المسائل. أنا أقول اللهم لعن من ظلم محمد وآل محمد، أنت شو تريد تقول؟ اللهم ارحم من ظلم محمد وآل محمد. لا لا، أنت لازم تحكي الحكاية هذه، مو بس أني، مو بس أني. أنا أبريت ذمتي، لأن هذا فيه نصرة للنبي. معقولة يجي واحد الآن يترحم على إنسان يظلم النبي وآل بيت النبي؟ معقولة يا مسلمين؟ زين، أنت ليش متأذي؟ متأذي لأنه جاي تشعر بنفسك شنو؟ جاي تشعر بنفسك أنه أنت ظالم. وإلا إذا أنت مو ظالم في قرارة نفسك، هذه الكلمة ما تأذيك. مثل اليوم مجموعة قاعدين، يقوم واحد يقول يابا كل واحد قذر خلي يقوم يطلع. النظيف واللي يدري بروحه نظيف ما راح يتأذى من الحكاية. من راح يتأذى من الحكاية تلقائيا؟ زين، هذا اللي يحس نفسه قذر هو اللي راح يتحسس من عدها. النظيف ما راح يتحسس من عدها. احنا اليوم من نتبرأ من ظالم اهل البيت، انت ليش متأذي؟ متأذي لأمر واحد، لانك تدري بنفسك ظالم لأهل البيت. وإلا ما تمسك الحكاية، ليش غيرك ما تأذى؟ ليش غيرك من فعل؟ زين، الآن أنت قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، إيش قد الآن نريد نحكي؟ إيش قد الشيعة يريدون يتكلمون؟ أنت بالنسبة إلك أول أمر أنت حاسب روحك ويا من؟ ويا من نصب العداء لأهل البيت حتى تمسك الحكاية أو لا؟ إذا لا فالقضية ما تعنيك، ما تعنيك، ماكو داعي تنفعل من عدها، لأن أنت تشعر من نفسك أنه أنت مو ظالم لأهل البيت، هاي أول وهم. ثانياً، إذا تشعر بنفسك أنت ظالم لأهل البيت، إذا تشعر بنفسك أنت ظالم لأهل البيت، أنت بين أمرين: إما أن تصدق ما يقول الشيعة، تعتبر هذا كلامهم صدق، إذا كلامهم صدق فمقتضى الحال أنه شنو؟ أنه تغير موقفك. وإذا كلامهم بنظرك كذب وخرافة، فعلى أي أساس أنت مأذي روحك ولازم السكينة مالتك وتقص بالرقاب؟ خلي يحكي. هسه يطلع لي واحد بوذي يقول راح يرجع البوذا ويقتل كل الشيعة، خلي يحكي من الصبح لليل، شو يضرني أنا؟ لأن ما أصدق بي، ما تأذيني الحكاية أنا، ما أذيتني الحكاية. ليش؟ لأنه ما أصدق بي. فما دام أنا ما أصدق بي وهو فعلا ما جاي يأذيني بشيء، شو أسوي له؟ خلي يحكي من الصبح لليل. هذا معناها أنت عندك شعور أولاً بأنك ظالم لأهل البيت اللي مأذيتك الكلمة، وثانياً عندك إصرار على هذا العداء. أنت عداءك مو نتيجة جهل، نتيجة علم، تعرف مقدارهم وقيمتهم وتعاديهم. وإلا أنت إذا تدري أنه أكو إمام مهدي راح يطلع وينتصر لأهل البيت، عندك هيك مقتضى العقل أن تصير وياه ما تصير ضده. لازم تصير وياه، ما تصير ويا السفياني، ما تصير ويا الدجال، ما تصير ويا القتلة الذين يقتلون أهل البيت وشيعة أهل البيت. إذن هذه القضايا من تجي اليوم تفسرها إلى حياتنا تلقي أكو فرق ترابط بين هذا وذاك. شوف أمر الله كيف يكون في بحار الأنوار
بما يتعلق بتأريخ النبي موسى عليه السلام وجدت مجموعة من الروايات. هنالك لعله روايتين أو ثلاثة أحاول أن أخذ روح هذه الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذا فرد نوع تثبيت للفؤاد، أقول لك التاريخ يعيد نفسه وهذا القصص القرآني كل بيئلنا شنو عبرة، لأن ذول بني إسرائيل أيضا انتظروا. ويقول قال عليه السلام إن يوسف ابن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة، من يوسف عليه السلام عندما حضرته الوفاة جمع آل يعقوب، جمع ذرية والده، الأحفاد، الأسباط، وهم 80 رجلاً، يوسف جمعهم وكان عددهم 80 رجلاً، فقال إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم، أنا من أموت ترى ذول بعدين راح يرجعون يصيرون ضدكم، مو عبالكم أنا الآن عزيز مصر ولبالكم راح تبقى لكم قيمة من بعدي، ذول متحمليني أنا شوكة بعيونهم، بس أروح تنقلب عليكم الأمور، ويسومونكم سوء العذاب، وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي ابن يعقوب اسمه موسى بن عمران، غلام طويل جعد آدم، جعد يعني شعر موسرح، آدم يعني أسمر، فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى. من قالهم راح يطلع واحد اسمه موسى ابن عمران، قاموا شي يسمون كل واحد يسمي ابنه عمران، عمران ايش قام يسمي ابنه موسى، على امل انه شنو هذا. حتى عندنا بالجاهليه اكو بعض العرب سموا ابنائهم باسم احمد او محمد، أنا رصدت بعض الأسماء موجودة في الجاهلية، بعض العرب سمى أبناءه باسم محمد على أمل أن يكون هو النبي الموعود. هسه يجي واحد يقول إيش دراهم؟ لا مو إيش دراهم، لأنه التوراة والإنجيل صرحتا بذكره، والقرآن بين هذا المعنى أن عيسى كان مبشرا برسول اسمه أحمد، يعني القضية ما كانت غريبة عن الأسماء. فقاموا يسمون أبنائهم عمران، اللي اسمه عمران صار عنده ولد ايش قام يسمي؟ قام يسمي موسى. هذا ايش ولدت؟ هذا الطموح ايش ولد؟ الله من يدز واحد ما يدزه من عدم، يعني اكو واحد صفوة الله اصطفاه، هي مو قضية انا منصب اروح اني اتملك، لا هذا يجي من الله، هذا امر الله ما يجي لكل واحد، مو أني أروح أدور عليه وأحصله حتى أصير نبي، أجي أني أفرض نفسي فرد عنوان وأحصل هذا العنوان، أستولي على هذا المكان، أستولي على هذا المنصب، زين ما أقدر أجي أني اليوم أفرض شخصية هو هذا السفياني. أنت إيش دراك هو هذا السفياني؟ إيش دراك هذا الخراساني؟ إيش دراك هذا اليماني؟ إيش دراك هذا فلان؟ ما تدري أنت، ما تدري، هي الأمور بوقتها تبين هذه المعاني. إيش ولدت هذه الحالة؟ يقول إمامنا الباقر عليه السلام ما خرج موسى، اسمع شوف شوف شلون أقول لك التاريخ يعيد نفسه، ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران، هو اسمه موسى بن عمران والنبوءة أجت على لسان يوسف بموسى بن عمران، هذا الصور نفسه صدق بروحه، 50 مدعي أنه موسى بن عمران طلعوا في بني إسرائيل، يومية طالع واحد يقول أنا موسى بن عمران. النبي صلى الله عليه وآله أيضا في بحار الأنوار ورد عنه هذا القول، قال لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله وأثنى عليه ثم حدثهم بشدة تنالهم، يقتل فيها الرجال
وتشق بطون الحبالى وتذبح الأطفال حتى يظهر الله الحق في القائم من ولد لاوي ابن يعقوب، في القائم من ولد لاوي ابن يعقوب. فتمسكوا بذلك ووقعت الغيبة والشدة ببني إسرائيل. مات يوسف، بقية الله بعدما جاي دخلوا بالغيبة الأولى، المنقذ بعدما جايهم صار تعسف. يقول وهم ينتظرون قيام القائم 400 سنة. زين 400 سنة، لا مو هواية ترى، مو كلش هواية بعد. حتى إذا بشروا بولادته، هسه شلون وصل لهم الخبر أنه ولد؟ يقول بشروا بولادته ورأوا علامات ظهوره واشتدت البلوى عليهم وحمل عليهم بالخشب والحجارة. ذول بني إسرائيل من فرحة ومولد المنقذ، يقول فرعون تأذى، واي تأذى، فقام يشدد عليهم يريد ينتقم منهم. كان هنالك رجل في بني إسرائيل فقيه، عالم من العلماء، هذا عنده علوم، كان يجتمع إليه بنو إسرائيل يحدثهم يسألوه يخبرهم يصبرهم ينطيهم معنويات. وطلب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر، صارت عندهم فرد محنة بحيث هذا ضم روحه بعد ما يقدر يطلع يخاف. وراسلوه دزول خبر وينك، فخرج بهم إلى بعض الصحاري وجلس يحدثهم حديث القائم ونعته وقرب الأمر، أنه قرب الأمر، اتهيئوا راح يظهر إن ولد. يقول وكانت ليلة قمراء، يعني مقمرة، بازغ القمر، السماء صحو، هذا بالليل تجمع سري، هذا مو علني، بالصحراء خارج أعين السلطة. يحدثهم يقول فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موسى عليه السلام، وكان في ذلك الوقت حديث السن، يعني بعد في مقتبل العمر، وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة، يريد يتنزه منه موسى عليه السلام، فعدل عن موكبه، طلع من الموكب راح، وأقبل إليهم وتحته بغلة، فلما رآه الفقيه عرفه، عرف أنه هو هذا الموعود، هو هذا الموعود، فقام إليه وانكب على قدميه فقبلهما ثم قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرانيك. يقول شيعة موسى عندما شافوا هذا المنظر أخذهم الحماس، أخذهم الحماس، قاموا. يقول فلما رأوا ذلك علموا أنه صاحبهم فأكبوا على الأرض شكرا لله عز وجل. فلم يزدهم على أن قال أرجو أن يعجل الله فرجكم، ثم غاب بعد ذلك. منو؟ موسى عليه السلام. شلون غاب؟ تجينا بعدين في تفاصيل الأحاديث أنه نزل إلى مصر فشاف رجلين يقتتلان، واحد من شيعته واحد من عدوه، اللي من شيعته حشمه وطلب منا النصرة، موسى جنتلمان ضخم، صبحوا الفراعنة ثاني يوم واحد من آل فرعون مقتول، من المقاتل ما حد يدري. ثاني يوم ليش ما موسى يشوف ذاك همة مالخ لو يا واحد، قال له انت يومية مسوي لك طلابة، يومية انت شنو قصتك؟ فهجم موسى، ذاك شو الصور؟ الصور انه موسى جاي يضربه إله، قال له تريد تقتلني مثل ما قتلت واحد بالأمس؟ ذاك الفرعوني سمع أن القاتل في موسى، راح وصل الخبر للقصر، ترى عرفت القاتل. موسى بعد ما بقى له مكان في مصر فغاب عن مصر. تجينا بعدين قصة مدين وشنو صار هنا.
فأقام عند شعيب، فكانت الغيبة الثانية أشد عليهم من الأولى، لأن هذا اللي شافوه بعيونهم راح، ما إلى وجود، انقطعت أخباره. هذه عدنا إحنا حتى تلقيها في الروايات، أنه بعد الظهور الأول، أكو ظهور، الظهور الأول مو ظهور الثورة، ظهور، أكو الظهور وأكو الثورة، أن الإمام يظهر سلام الله عليه ثم يستتر عن العيون لفترة قصيرة. بس إحنا بمقتضى الروايات ما أريد، أنا ما أريد أفرض فرض صورة للمستقبل، ما أدري شنو يريد يصير بالمستقبل. أكو البعض من يحكي بالمستقبل كأنه هو لجنة تخطيط لمستقبل البشرية، قضية مو بيدنا إحنا، إيش درانا أنا؟ هذه الروايات الموجودة على قدر الروايات، هل مقدار نتحدث؟ ناخذ روح الرواية، أنا ما أريد أفرض فرد شيء وأقول هو هذا حتما، ما معلوم، احتمال تتغير المعادلة، إيش دراني أنا؟ الظهور الأول اللي الإمام سلام الله عليه يعلن عن نفسه ويعين خليفة له أو حاكم باسمه في مكة، ثم يخرج من مكة فتنقطع أخباره. هذه الفترة تعتبر من أشد الفترات إرباكاً للشيعة. ليش؟ لأن من يظهر الصير فرد هبة حماس عند الناس. قلت لك أكو آمال الناس، العيب بالناس مو بالإمام، الناس تتوقع الإمام أول ما يظهر يعني راح تنحل كل المشاكل، لا مو بهالبساطة، هم أكو جهود، مسامع يقول يرجع في دولتكم ويقاتل معكم، يعني أكو قتال، أكو حروب، أكو معارك، فمن يغيب الإمام يرجف بهم. هنا يجي يقول مات أو هلك في أي واد سلك، يا بترى صاحبكم ضاعت أخباره، راح طلع لش كم ساعة وبعد ما نعرف عنه خبر، هذا اللي صار لكم تنتظروا مئات السنوات خلوا وراح. ضعاف الإيمان فيصير إرباك بالموقف، أهواية من الناس يرتبكون، هذه أشد فترة. فش يقول؟ يقول أشد عليهم من الأولى. خروج موسى، خروج موسى كان مقدر له قرابة 60 سنة. خروج موسى من مصر إلى عودته بعنوان منقذ كان مقدر لها قرابة 60 سنة. يقول واشتدت البلوى عليهم واستتر الفقيه فبعثوا إليه أن لا صبر لنا على استتارك عنا. بعد ما نتحمل إحنا هايش وقت؟ هذه عندما انقضى على غيبته 10 سنوات أو قرابة 10 سنوات، يعني أكثر شوية. فخرج إلى بعض الصحاري واستدعاهم وطيب قلوبهم وأعلمهم أن الله عز وجل أوحى إليه أنه مفرج عنهم بعد 40 سنة. قال لهم انتظروا بعد 40 سنة يجي الفرج. فقالوا بأجمعهم الحمد لله، يعني راح يتحملون كل هذه المآسي، كل هذه الآلام، قالوا الحمد لله. فأوحى الله عز وجل لهذا الفقيه قال قل لهم لقد جعلتها 30 سنة لقولهم الحمد لله. أكو أمور تقرب الفرج، أكو أمور تبعد الفرج، هذا معناها إحنا جزء من هذه المعادلة. هذا اللي لازم نعرفه عن الإمام، نعرف أين نحن في هذه المعادلة. مو حاط لأني ألبوم أجمع به طوابع، هوايتي جمع علامات الظهور، أنت لا في العير ولا في النفير، شو لك ربط علامات الظهور؟ دوخ روحك بيه، أنت شوف أنت وين محلك من الإعراب في قضية الإمام. لازم نقوم بأمور تعجل الفرج، نهيئ أنفسنا، نهيئ الظروف حتى يكون هنالك استعداد، أرضية مناسبة للظهور. إحنا جزء من هذه المعادلة، جزء
وثيق في هذه المعادلة، أن نهيئ أنفسنا للحضور والظهور، مو فقط أنا قاعد حاط لفرد ليست بأسماء اللي نصروا، هذا منو وين هاي الولاية؟ شو لك ربط أنت بالسوالف هاي؟ منو هذا وشنو ذاك؟ شو عليك أنت؟ دايخين الناس، الإمام يقاتل بالصواريخ يو بالسيوف، والله إيش دران يعني؟ إيش دران؟ أكفرد أسئلة حقيقة يعني، ترى ما إلها كل داعي. إيش دراني أنا شلون يقاتل؟ أنا مو مسؤول عن هذا، أنا مسؤول أهيئ نفسي للقاء، أنا هذا المسؤول عنه. أعرف الإمام من يكون، ما هي حقوقه، كيف أهيئ نفسي لطاعته، لجلب مرضاته، حتى لا أتورط مثل ما غيري تورطوا مع بقية الأنبياء. دايخ واحد يقول لي الإمام إذا مات وراه شو يريد يصير؟ والله حكي هو هسه دخلي يطلع، خلي يطلع وش يصير وراه، خلي يصير دخلي يطلع هسه التكاتلك قال له شو يصير، صير الرجعة ما صير الرجعة، صير القيامة، ايش دراني يعني بالله ايش درى. هاي مثل مرة واحد اجاني قال لي شيخنا اديسون يطب الجنة يوم ما يطب الجنة، قلت له هو انا للشيخ اكيد بروحه يطب الجنة يا ولا، هسه التكاتلك اديسون انت تشوف روحك الزان، ايش دراني اديسون يطب الجنة يا ولا، هي هاي ظلت عندك واقفة. وهذه أكو أمور إلها مدخلية في قضية الظهور، ما أقول لك علامات الظهور ما إلها قيمة، لا تفهمها المعنى، بس ليست هي الأهم، مو هي الأهم. الانتظار مو أقعد أحسب علامات، الانتظار لازم مثل ما ضربت لك مثال الضيف من يجي، مو الانتظار تقعد صافن على الساعة بعد ساعتين يجي بعد ساعة ونص بعد ساعة، هذا مو انتظار. الانتظار أن تتهيأ للقاء الضيف، شلون تتهيأ؟ بأفضل صورة بأجمل طريقة، هو هذا الانتظار. قل لهم لقد جعلتها 30 سنة لقولهم الحمد لله، فقالوا كل نعمة من الله. من قالهم الله قللها 10 سنوات، قالوا كل نعمة من الله. فأوحى إليه قل لهم لقد جعلتها 20 سنة. من الناس هيك تصير عندها قلوب، أخويا الشيعي ما أكسره ما أنطي بي، أنا في زمن كل ذئاب تحيط بي، مو أجي أنا أطعن بيك وتطعن بي في عصر الذئاب، أنا أحوج ما أكون إليك، أنت أحوج ما تكون إلي، مو هذا عصر غيبة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا. أنا جاي أسلمك إلى الأعداء وأنت جاي تسلمني إلى الأعداء، زين وين شعورنا بالإمام؟ يا ضعف إحنا جاي نشعر به. أنا أخلي هذه البطون الجائعة وأنام أنا وعيالي على ترف من العيش، وبعدين أطلع الصبح أنادي باسم الإمام، يا إمام هذا يا إمام هذا أنا جاي أداعي به، وين الإمام المهدي في حياتنا إحنا؟ كل هذا تجارة جاي نتاجر إحنا باسم، جاي نتاجر باسم الإمام، نعيش من وراء اسم الإمام، جاي نسترزق باسم أهل البيت. في عصر تروح شوف أهل البيت إيش كانوا يسوون للشيعة في سبيل أن واحد يقول له تقدر بفلوسك أنت، لو عندهم اثنين صارت بيناتهم مشكلة ادفع فلوس وسكتهم، لا تصير مشكلة بين اثنين شيعة. روح شوف إمامك موسى بن جعفر سلام الله عليه شو يوصي علي ابن يقطين، ش يطلب منا مقابل شغلة واحدة، ش ينطي مقابل شغلة واحدة، يقول له أضمن لك أنه لا تقتل ولا تعزل وأنك معنا في الجنة. من راد يشتغل عند هارون الرشيد بعنوان وزير مقابل شغلة واحدة بس، كل واحد من شيعتنا يجيك يقضي له حاجته. مرة شيعي يدخل إلى دائرة في دولة كافرة، في دولة ناصبة، في دولة مخالفة، هذا حكي. مرة يدخل شيعي عليك وأنت موظف يطلب منك حاجة، يريد قضاء حاجة، ليش تشلع لقلبه؟ ليش تشلع لقلبه؟ أنت موظف جاي تأخذ أجرة، أنت مو في سبيل الله جاي تشتغل، مو في سبيل الله، ما لك أي فضل عليه، أنت جاي تأخذ أجرة مقابل أن تأدي خدمة، واجب عليك أن تأدي هاي الخدمة رغماً على أنفك، ليش تشلع قلوب الناس؟ هسه شيعي أو مو شيعي ما يخصها قضية بالدين، أنت الآن موظف في دولة لازم تقضي حوائج الناس.
صاير عندنا عند بعض الناس الدين مجرد لافتات على الجدران لا أكثر ولا أقل، وللأسف الشديد. فقال أخبرهم أن الله جعلها 20 سنة، فقالوا لا يأتي بالخير إلا الله، فأوحى إليه قل لهم لقد جعلتها 10، قلت. فقالوا لا يصرف الشر إلا الله، فأوحى الله إليه قل لهم لا تبرحوا فقد أذنت في فرجكم. هاي 40 سنة كلها طرحت راحت، قل لهم أبقوا أبقوا أبقوا. هذا وين موسى كان؟ كان غائب الغيبة الثانية في مدين. قال لهم أبقوا لا تروحون، الفرج راح يجي. يقول فبينا هم كذلك إذ طلع موسى عليه السلام، جاي هو وعياله من مدين، فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبصرون به فيه، هو عرفه بس يريد يعرف الناس عنه، يريد يعطي علاماته. يقول جاء موسى حتى وقف عليهم فسلم عليهم، فقال له الفقيه ما اسمك؟ قال موسى. قال ابن من؟ قال ابن عمران. قال ابن من؟ قال ابن وهب ابن لاوي ابن يعقوب. قال بماذا جئت؟ قال بالرسالة من عند الله عز وجل. فقام إليه الفقيه فقبل يده ثم جلس بينهم وطيب نفوسهم وأمرهم أمره ثم فرقهم، قال لهم كل واحد خلي يروح لبيته. بس بعد هنا طلع ولي الله إجاه. يقول فكان بين ذلك الوقت من رجع موسى من الله قال لهم لا تروحون، طلع المنقذ إجاكم والفرج إجا. يقول فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون 40 سنة. طولت القضية من ذاك اليوم إلى أن طلع موسى ببني إسرائيل 40 سنة. هذا كل شيء سميه الله يسميه إجا الفرج. إذن القضية بحاجة إلى تحمل. هسه قد يجي واحد بظروفنا هذه يصير عنده فرج نوع إحباط تشكيك. إمامنا الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول كل ما لا ترجو، الشغلات اللي بعد أنت آيست منها اتعبت منها، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. هاي الشغلات اللي أنت توقعها بعد ما تصير خلي في بالك إذا الله يريدها تصير وتصير أسرع من الشغلات اللي أنت حاطها في بالك. نوبات إنسان حاط في باله شغلة، داخل بمشروع ناطي فرد بعد زمني بعد سنة أو سنتين يكمل المشروع، عنده آمال، هذه الآمال يقول لك ما راح تتحقق، هاي ما تتحقق. وإذا يشوف أن الآمال اللي ما كانت بباله تتحقق تصير قبل لا يصير ذاك الشيء اللي كان حاطه في باله. أضرب لك مثال، أبسط مثال اللي إحنا عاصرنا، وصلت بينا أيام كثير من عندنا صارت عنده حالة يأس أنه هذا الطاغية ما راح يطلع من الحكم. أكو ناس حاطة في بالها تروح المكة، ناس حاطة في بالها تتزوج، حاطة ناس في بالها تشتري بيت تشتري سيارة، أما صدام يروح من الحكم وإذا بهذا يزول من الحكم قبل لا ذيك الآمال تتحقق، بحيث كلنا نصعقنا. معقولة؟ لذلك من رجعنا للعراق بين المصدقين ومصدقين، هو هذا العراق صدق؟ صدق رجعنا؟ صدق يعني راح؟ صدق زال حكم؟ ما حد مصدق شيء مكان بعض الناس حتى دعاء بطلت تدعو آخر أيامها، يقول لك شدعو أنا يروح هذا يجي ابنه، خلص صارت حالة يأس. بس إذا أمر ربك راد يجي يجي، ما يوقف قدامه شيء. يقول فإن موسى، هذا إمامنا الصادق يقول، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج ليقتبس لأهله ناراً فرجع إليهم وهو رسول نبي.
قالهم إني آنست نارا، راح يجيب نار رجع لهم قالهم أنا نبي، الله بعثني نبي، راح يجيب نار يرجع صاير نبي ورسول وعنده رسالة. هذه وحدة. فأصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه موسى في ليلة، في ليلة واحدة. وكذلك يفعل الله تعالى بالقائم الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. يصلح الله أمره في ليلة كما أصلح الله أمر موسى عليه السلام، ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور. هذا هي الأمنية العظمى بالنسبة لنا في اليوم الذي نسمع فيه أن الإمام قد ظهر. يقول: علقت بحبك منذ الصغر، وغازلت طيفك عند الكبر، وأيقنت أنك وحي السماء، وأنك تنقذ هذا البشر، ولا بد نسمع صوت البشير يهتف مهدينا قد ظهر. خرج الإمام سلام الله عليه ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وليقيم حكم الله في الأرض. هو هذا أهم شيء، أهم شيء هو هذا، أن يقيم حكم الله في الأرض. لذلك كل الأعمال الواردة لا بأس أن يمارسها الإنسان، الأدعية، الزيارات اللي تقرب الإنسان من الإمام سلام الله عليه. يوم الجمعة هو اليوم الذي ورد في لسان الروايات الذي يترقب فيه ظهور بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا استطاع الإنسان أن يكون في محل المنتظر الصحيح، هذا هو بحد ذاته غنيمة، خصوصاً الشباب من يصير عندهم إقبال على الإمام، الدعاء للإمام، التوسل بالإمام، طلب الحوائج منه، لأنه باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. يجب أن يتمسك الإنسان بهذه العقائد، يعض عليها بالنواجذ، يتمسك بيها، لي غر ولي غير من عقيدة إرجاف المرجفين. راح تجيك أنت موجات وموجات، وكل واحد عنده أسلوب وطريقة في سبيل أن يخلق فجوة بين المؤمن وبين الإمام سلام الله عليه. لذلك من أهم الأمور التي يجب أن يتبناها الإنسان في عصر الغيبة هو أن يحافظ دائماً على طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كسب رضاه، مو أنه أني أرضي وجداني، لا، أرضي الإمام، لأنه احتمال أنا وجداني يضحك علي، احتمال أنخدع بالأمثلة والمصاديق، لي غرني أنه أنا والله ارتاح ضميري، لا، هذا مو قياس، لازم الإمام يرتاح. تدري هذه أعمال الخلق ترفع إلى الإمام يطلع عليها، فيا محلى أعمالنا من يطلع عليها الإمام تكون مليئة بنقاط بيضاء ناصعة مشرقة، وش قد فشلة إذا فتحها الإمام وشافها وكلها منا ومنا سوالف. هذه الأمور تقرب الفرج، لأن هذا الفرج حقيقة هو فرجنا نحن،
احنا اللي راح نستفيد من هذا الفرج. الإمام يتأذى، يتألم ما يرى بشيعته، بأحبائه من حيف، من ظلم، ما يجري بينهم من نزاع. هذه كلها الأمور تؤذي الإمام سلام الله عليه. ليش احنا نثقل على قلبه سلام الله عليه؟ يكفيه ما جرى على آبائه الطاهرين، يكفيه أنه يئن على مصيبة جدته فاطمة سلام الله عليها، فوق مصيبة مصيبة احنا نضيف لمصائب. يكفيه ما جرى على جده الحسين يوم عاشورا، فلأبكين عليك بدل الدموع دما. دم يقول له يا ابن رسول الله على أي المصائب تبكي دم؟ أعلى مصيبة جدك الحسين؟ قال كلا، فلو كان جدي الحسين حاضرا لبكى. قال أعلى مصيبة عمك العباس؟ قال كلا، فلو كان عمي العباس حاضرا لبكى. قال أعلى مصيبة علي الأكبر؟ قال كلا، فلو كان علي الأكبر حاضرا لبكى. على أي المصائب تبكي دم؟ قال أبكي أبكي على مصيبة عمتي زينب. على مصيبة زينب أبكي دم. زينب بقت وحدها، ماكو واحد يدفع عنها الظلم، ماكو واحد يدفع عنها الحيف. زينب مرت بمصائب عظيمة، مصائب كبيرة. تدري عندما أركبت النساء والأطفال وبقت زينب وحدها، صعدت زينب على ظهر الناقة. شلون صعدت؟ بأي حال صعدت؟ طلبوا أن يمروا بهن على مصارع القتلى، مروا بهن على المصارع. وين زينب؟ وين عينها؟ وإذا بها تبصر بجثة أخيها أبي عبد الله. شوف جثة الحسين، ترى ما تعرف عليها كل واحد، فقط زينب تعرفت على الحسين. ليش؟ لأن الرؤوس مقطوعة أول شيء، شكل الملابس تغير لأن الحسين سلبت ملابسه، يعني عندما خرج من المخيم إلى ثاني يوم ملابسه مو نفس الملابس. الرأس مقطوع، أكثر من 1900 جراحة، ثم سقط على الأرض، يعني جسمه كله كان مغطى بالدم والتراب. ثم صهرته الشمس بحرارتها، فوق هذا داست الخيل على جسد الحسين. يقول زينب عندما رمقت أخاها الحسين صكت وجهها، لطمت خدها، صاحت يا جداه يا محمدا، هذا حسين بالعرى ذبيح بكربلا. سكينة واقفة قالت عم لمن تخاطبين؟ لمن تأشرين؟ هذه جثة منه؟ قالت أخاطب أباك الحسين. سكينة عندما سمعت رمت بنفسها على جثة الحسين واعتنقت، بس رأس ما أكو. أخذت تندب أباها، تبكي أباها، فأبكت من كان حاضراً من عدو وصديق، الكل بكى لحال سكينة. عمر ابن سعد خاف انقلاب الأمر عليه، نادى بالرجال انزلوا إليها وأزيحوها من على جسد أبيها. شلون نزلوا السكينة؟ اجوا يحملون السياط والرماح، هذا يضربها بكعب الرمح وذاك بالصوت. قامت والدموع جارية، تقول لأبويا برضاك لو رغمن عليك، بويا عليك عليك، يجرني يجرني العدو من بين يديك. أنا الأصرخ، أنا الأصرخ ودير العين،
ليك وادرب حمايتك ما تخليك يا وادرب حمايتك ما تخليك معذور يا الحزة وردك يا معذور يا الحزة زينب واقفة تنظر لحالي سكينة تصيح تصيح زينب أنا ماشي العباس حاجي اللي جاء أبو فاضل يشوف حالي وحال بنات أخوته أنا ماشي العباس حاجي أحاجي وخبر بحالتي واضمي وبتشي وخبر بحالتي واضمي واشلع سهم عينه واشلع سهم عينه وقل له يا بروح الحنينه ابو فاضل ابو الغيره وقل له يا بروح الحنينه لحق ترى زينب حزينه يا لحق ترى زينب حزينه انا لله وانا اليه راجعون.